معرض ابو ظبي الدول الفروسيه راح يكون الانطلاقه ماله من 26/9 ولغايه 2/10، من تنفتح ابوابه من الساعه 11 صباحا ولغايه 10 مساء. يسمح لكافه الجنسيات ولكافه الافراد زياره المعرض بحمل جواز المرور الأخضر من تطبيق الحصن بالنسبة للمقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالنسبة للقادمين من خارج دولة الإمارات شرط الحصول على فحص في حالة إذا كان مطعم يكون يعمل فحص في دولة الإمارات ويظهر عنده جواز المرور الأخضر للدخول، وفي حالة الأشخاص الغير مطعمين في دولة الإمارات أو خارجها يشترط عليه أنه يعمل فحص البي سي آر ويكون مدة صلاحيته لا تتجاوز 96 ساعة. هذه أهم النقاط المخصصة للدخول المعرض.